تقر وتعترف انك دخلت انتخابات مجلس الشعب وفشلت فشل ذريع؟ دخلت لان كان فيها بنادق في مرتين فشلت فيهم في مجلس الشعب عشان كنت عارف كان عامل ايه احمد عز في انتخابات احمد عز دي 2010 وما كملتش وفشلت في نادي الزمالك لما برضو حصل فيه تزوير وكان كل الناس متوقع ان انا اكون طالع الاول او الثاني لكن حصل تزوير وعشان كده قررت ان انا بس سنه كام في سنه 9 لما اظن او 2009 دي السنه اللي نجح فيها استاذ ممدوح عباس رئيس النادي بالظبط. وهل بالفعل يعني كل ما بجيب ضيف يقول لي اصل الانتخابات كان فيها تزوير ليه ما بتعترفش انك فشلت في اقناع الجمعيه العموميه وان الفتره اللي انتوا كنتوا موجودين فيها نهايتها كانت ضعيفه جدا لنادي الزمالك من حيث البطولات بس اقول لحضرتك وبالتالي الجمعيه العموميه رفضت لا اقول لحضرتك حاجه احسن مجلس في تاريخ نادي الزمالك مجلسنا احسن مجلس احسن مجلس في تاريخ المجالس بأمارة كل الانجازات اللي حصلت اللي هي النتائج غير طبيعيه وما اتحققتش قبل كده. طب وليه فشل المجلس بالكامل؟ نعم ليه سقط المجلس بالكامل؟ كان زمان يا دكتور كمال درويش، استاذ المندول حسيني، دكتور اسماعيل سليم، كابتن عزم مجاهد، تمام كل دول ما انا هرد على حضرتك هرد على حضرتك. كان زمان يقول لك نفس مجلس الشعب يبقى انتخابات شريفه نزيهه زي انتخابات الانديه. نعم النهارده انتخابات المجلس الانديه يقول لك يا ريت نبقى زي مجلس الشعب. من ناحيه ايه؟ من ناحيه اللي فيها تزوير، بيحصل تزوير انتخابات الانديه فيها تزوير. طب ليه انت ما جيتش؟ طب انت ما نجحت كذا مره كنت جايب التزوير؟ لا ما كانش. شوف لما بص حضرتك انتخابات نزيهه بص حضرتك لما فشلت كانت بص حضرتك مزورة. بص حضرتك اقول لحضرتك في فتره من الفترات ما كانش حد يقدر يخترق الجمعيه العموميه ولا يزور فيها وفي فتره من الفترات اخد بال حضرتك حصل فيها تزوير كبير جدا. ليه ما تقولش ان انتوا كمجموعه كان في خيانات ما بينكم وبين بعضكم؟ ممكن يبقى في خيانات والخيانات موجوده في كل مين اللي خان في مجموعتكم؟ المجموعه في ناس خانت بس يعني عارفين ان انا اقول الاسماء بس انا بقول لك ان كان في خيانات والخيانات بتبقى موجوده في انتخابات يا كابتن سواء في مجلس الشعب سواء في انديه موجوده. تقر تعترف انه عزم مجاهد هذا الرمز الرياضي الكبير صورته اهتزت تماما في السنوات الاخيره امام الراي العام؟ ليه عشان ايه؟ شغلك في الاعلام لم تنجح فيه، دخولك مجلس الشعب لم تنجح فيه، مين اللي عملك الاداري لم تنجح فيه وبالتالي حصل اهتزاز شديد لا جدا اطلاقا لصوره عزم مجاهد. انا ضد هذا الكلام شكلا وموضوعا ضد هذا الكلام شكلا وموضوعا لان احنا كنا في قناه كانت لسه ناشئه وطالعه اثبتت وجودها على مستوى الاعلام لان كانت قناه كل شغلنا كان هدفنا نقف مع بلدنا وفعلا وقفنا مع بلدنا وصدينا وردينا. كنت بتهاجم من المؤيدين قبل المعارضين؟ لا 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 انا بهاجم كل واحد ضد البلد ما بهاجمش واحد مع بلده ابدا. انا بهاجم كل الخونه والعملاء المأجورين اللي على مصر. تقر تعترف انه يعني هذه النغمه خلاص ما بقتش موجوده اللي هي الخونه والعملاء لان دلوقتي لا موجوده. ما انت بتشوف كل يوم في تركيا وفي قطر بيعملوا ايه؟ دول مش مصريين يعني بس بعد اذنك دول مش يعني مصريين. البلد دلوقتي في بتبني ومش فاضيه للكلام معاك ده معاك ما هقول لك تشتغل وبالتالي يعني هذه النغمه خلاص. لا لا يا كابتن المؤامره ما زالت مستمره وانا باكد لك. وعلى فكره كل ما تلاقي الرئيس بيعمل افتتاحات يا كابتن شوبير تابع الاعلام بتاعه بتلاقي درجه من وليه اتابع الاعلام بتاعه؟ لا ما هو لازم اعرف بيقولوا ايه برضه. ليه اتابع يا فندم؟ كل ما بتحصل انجازات وافتتاحات بيحصل حرقان شديد جدا وهجوم وكله كذب يعني ناس كلهم افاكين كذابين بيقولوا غير الحقيقه. تقر تعترف ان انت عايش على الجملتين دول؟ اقر ان انا انا مع البلد وانا ضد. لا لا انا مش محتاج ان اقول كده. انا مش محتاج ان اقول كده. انا مش محتاج. انا عمري ما اخون بلدي. انا كابتن مصر يا فندم والبلد دي خيرها عليا وانا من الناس اللي بحب بلدي اعشق بلدي ومش عايز حاجه منها. مش عايز اللي بيتاجروا بالبلد عشان يستفيدوا، اللي بيتاجروا بالبلد عشان يقعدوا في قصور، اللي بيتاجروا على البلد عشان يروحوا يصيفوا في باريس. انا راجل ما زلت ادافع عن بلدي دون مقابل. يا تقر تعترف رغم كل اللي حضرتك بتقوله ده لكن الان لم يعد لك مكان في وسط الساحه الاعلاميه. هو المكان ايه؟ هو لازم تبقى تاخد عشان المقابل. يا فندم انا بقول تشتغل. ما انا بقول اهو. ما انا بقول لك اهو والله يا كابتن احمد لو طلبوا مني ان انا امسح جزمه العسكري او الجندي اعملها. انا ما بشتغلش للبلد بمقابل ودي كارثه مصر ودي مشكلة البلد دي ان كل واحد عايز يقف في البلد دي او مع البلد دي هياخد ايه؟ يا فندم هو هيقعد في قصر ولا لا؟ يا فندم هيصيف في باريس ولا لا؟ هو ما هو العيب ان انا بشتغل
وبشتغل مذيع فباخد المقابل بشتغل مدرب ده مش عيب يعني عيب ولا حرام لكن انا اقف مع بلدي ما اخدش مقابل مع يا فندم انت بتشتغل حضرتك بتشتغل ايوه بشتغل انت حضرتك بتشتغل في اتحاد الكوره دلوقتي مش ده خدمه لبلدك خدمه لبلدك بتاخد مرتب يا فندم ايوه هو ده حرام لا مش حرام لكن انا برضو اللي اختلف مع وجهه نظر حضرتك ان انا بقف مع بلدي ومش محتاج منها حاجه عايز بلدي قال كده كلنا كده يا فندم انا إيه بتكلم اين انت من الساحه الاعلاميه والله يعني. والله لو مطلوب في اي حته انا تحت امرهم انا عملت اللي عليا 7-8 سنين سؤالي بعد اللي عملت اللي عليك 7-8 سنين اين انت بقى يعني ليه مش موجود والله هل ما اقنعتش الناس لا أنا المسؤولين عن المنظومه الاعلاميه حسوا انه لا ما انت مش مؤثر في الساحه الاعلاميه وبالتالي ليس لك تواجد لا والله انا مؤثر في الشارع وانا كنت بصل للناس الغلابه والناس في كل المستويات والى الان والحمد لله بنمشي في الشارع ورد الفعل بتاعنا ما زال كويس جدا حاسس الناس راضيه عنك في الشارع الحمد لله جدا الاهم من رضا الناس هل تقر وتعترف انك غير راضي عما قدمته خلال الفتره اللي فاتت كنت ممكن تقدم حاجه افضل من كده لا كنت انا قدمت كويس جدا لبلدي وقفت مع بلدي بكل قوه وما يلزمنيش بقى ان انا يقولوا ايه خدت ايه او عملت ايه انا اديت واجبي ولا لا سندت بلدي ولا لا هذا المطلوب خدت ايه بقى المقابل ما خدتش حاجه لان انا بشتغل عشان بلد انا بلد عملت لي كل حاجه والحمد لله مستوره وزي البلد عملت لنا كلنا كل ما انا بقول لك يعني مش محتاج منها بقى الوقت يا كابتن حاسس انه انت كده دورك اديته هل تقر وتعترف انك بتبحث عن مكان في الساحه الاعلاميه ومش لاقي والله ما بيحصل ولا عمري ابحث عن حاجه عمري ما ببحث عن تقر تعترف ان ما حدش بيكلمك دلوقتي عشان تشتغل في المجال الاعلامي تاني كتير بروح في برامج كتير وبطلوب في برامج كتير جدا كضيف ولا كمذيع كضيف وانت شايف انه ده افضل بالنسبه لك والله انا شوف لو محتاجين اهلا وسهلا مش محتاجين وانا بادي دوري في اي حاجه تقر تعترف انك سببت مشاكل للدائره المحيطه بيك من كثره ارائك وظهورك في بعض الاوقات بشكل صعب شويه ازاي مش فاهم يعني كنت بتطلع تقول اراء غريبه شويه في اوقات غريبه شويه وده سبب مشكله لاولادك اراء زي ايه يعني مش فاهم يعني بمعنى ادق الافواره يعني شويه لا اطلاق انا كنت بادي الدور المطلوب الدور ده كان من حضرتك انت ولا كان يعني حد بيمليه عليك ولا كان من ضميرك الدور المطلوب مني منك تجاه بلدي يعني حدش ضربنا على ايدي ان انا اروح سينا في عز الارهاب عشان اشوف الكتيبه 101 والكتيبه 103 واشوف شبابنا اللي كانوا بيقولوا ما فيش شباب في مصر اللي عايز يتفرج على شباب يروح سينا يتفرج على شباب مصر خلينا نروح معاك في سكه تانية بعيدا عن السياسه لان السياسه كلها مشاكل وازمات بس تقر تعترف انك طلعت السياسه بالثلاثه لا مش هطلعها عمري مش هتطلعها لا يعني هتترشح في انتخابات مجلس الشعب القادمه الله اعلم لسه ما سبقش الاحداث انت لسه في حزب الوفد ولا سبته لا سبته يعني. اذا ترشحت ترشح مستقل ولا على قوائم ولا انت انضميت لاحد الاحزاب دلوقتي لسه في كذا حزب بتفاضل بينهم بتفاضل ما بين عندك عروض من الاحزاب عندي عروض من